نفسي تخلص الحرب. بدي احكي لكم عن قبل وبعد. قبل كنت اقعد مع خواتي والعب حجله مع بنات الحاره، الحين فيش بنات حاره، كل واحده في شقه، وبشوف صحباتي. نفسي ارجع لايام المدرسه، ولما كنت اروح اشتري اواعي المدرسه، كنت اروح اشتري اواعي العيد، ولما كنا نحضر سفره العيد، وكنا نحضر سفرة الفطره في رمضان، بس وكنا نحضر اواعي المدرسه. كنت اول يوم في المدرسه كنت اروح اسلم على ابلاتي ومديرتي، بس الحين فش مدارس نرجع تاني نقرا، فش الحين قاعدين فيهم الناس نسحين في المدارس، منقدرش حتى، كلهم محروقة المدارس ومقصوفة. مدرستي ضربوها صاروخين F-16، الحين ايش بدي اقرا؟ وين بدي اقرا؟ فش كان نفسي اصير دكتورة. ان شاء الله يا رب ترجع تتخلص الحرب، امي تتخلص الحرب وارجع عبيتي واشوف ستي، وكل جمعه اروح، كل خميس اروح على ستي ونعمل سفره عيد ثاني. نفسي انا الحياه ترجع زي ما كانت، نفسي ارجع مدارسنا، نفس كل الناس ترجع بيوتها. رغم ذلك حد المدارس كانت يعني محروقه مكسره، بدي ارجع، بدي اشوف صحباتي، بدي اشوف ابلطي، بدي اشوف ابلاطي كلهن، معلماتي، بدي اشوف مديرتي. ان شاء الله نرجع على حياتنا الطبيعيه. نفسنا نرجع على غزه ونلعب كوره ونروح على المدرسه واشوف اصحاب بالمدرسه، ونرجع نعمل تحديات كوره بالمدرسه ونلعب. ونفسي أرجع لغزة والحياة الحلوة اللي كنا نعيشها قبل، مش زي هنا دور محروقة، مدارس محروقة ودمار، وكل شوي بيطلع لنا مرض جديد، والحمد لله. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.